جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أهدى لك شخص هدية ولم تعجبك وقمت ببيعها، هل هذا جائز أو لا؟ لا بأس، الحمد لله. حتى ولو أعجبتك لك التصرف فيها، إذا أهدى إليك هدية وقبلتها صارت ملكا لك، تتصرف فيها بما ترى أنه أنسب وأنفع لك. جزاكم الله خيرا. إذا ما يشيع بين الناس من أن الهدية لا تباع ولا تهدى غير صحيح في الصالح؟ الذي لا يباع ولا يهدى هو الوقف، أما الهدية هذه تملك بالقبض، نعم، ويتصرف فيها صاحبها. نعم.